حضرتك مجلس اداره نادي الزمالك، نادي الزمالك كله نادي نادي مستقل وقراراته مستقله، له جمعيته العموميه وله مجلس ادارته هو وشأنه، يعمل مجالس امتى ما يعملش مجالس امتى، مجلس الاداره يحاسب اي عضو من اعضاء مجلس الاداره، والجمعيه العموميه تحاسب اعضاء مجلس الاداره او كلهم، هذا وشأنه. احنا لا نتدخل في الموضوع ده لا من قريب ولا من بعيد، انما مجلس الاداره بتاع نادي الزمالك انتخب، ايوه انتخب يوم 23/24 طبقا للائحه اللي حطتها الجمعيه العموميه للجمعيه العموميه لنادي الزمالك قبل كده. منتهى منع الاستاذ هاني العتال من ممارسه مهامه كنائب في ظل الضغوط من نادي الزمالك، زي ما قلت حضرتك بعدم عقد اي اجتماعات، شايف ان الموضوع مخالف لمواثيق اللجنه الاولمبيه، وهل ممكن تتدخلوا لو الموضوع تطور؟ ايه مواثيق اللجنه الاولمبيه؟ حضرتك مواثيق اللجنه الاولمبيه او مبدا استقلاليه الرياضه بتدي لكل جمعيه عموميه، لاي هيئه رياضيه وكل مجلس اداره الهيئه، اي هيئه رياضيه كانت نادي او اتحاد، ان هي تصرف امورها طبقا للوائح والقوانين، ومن يخالف هذه اللوائح والقوانين في الجهات الخاصه بتقديم الشكاوى زي مركز التسويه والتحكيم الموجود في اللجنه الاولمبيه او حتى المحكمه الرياضيه الدوليه.